200 ألف طن سنويا. من داخل جناح شركة تبارك بتعرف على الحاج ماهر التهامي نائب رئيس مجلس إدارة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك مستر. عرفنا يا ماهر بيه على نشاط شركة تبارك. شركة تبارك شركة متخصصة في الكيماويات والأسمدة المتخصصة. احنا بنستورد بضاعتنا كلنا من أسبانيا ومن تركيا ومن الصين. نعتمد على المنتجات بتاعتنا ان هي نجيب جودة كويسة، بنجيب بضاعة تنفع في السوق المصري عندنا، بنجيب بضاعة تكون امنة وصحية على الانسان المصري. ان اغلبية بضاعة المستثمرين اللي شغالين معهم بيصدروا لدول اوروبية. المزارع المصري عنده مشكلة ان فيه بياخد مبيدات وبياخد حاجات بيحطها في الزرع بيقول انها ما بتجيبش نتيجة، يعني ايه تنصحه بايه يتعامل ازاي؟ بنصحه انه يشتغل مع الشركات اللي مسجلة. اي حاجة يشتريها يشتريها بفاتورة، فاتورة ضريبية. اي بضاعة جاية فاتورة ضريبية يبقى بضاعة مسجلة تبع وزارة الزراعة، فهنا ما يكونش في مشكلة خالص مع له. وتاني حاجة ان هو بيشتري البضاعة عن طريق شركة مخصصة وناس متخصصة توجهه المنتج رايح فين لاي زرع في اي مرحلة في اي وقت. في الشركة، في شركة تبارك، شركة تبارك دي من اكبر الشركات الموجودة في السوق المصري، هل عندكم دعم فني وخدمات ما بعد البيع؟ لازم ان يكون معنا دعم فني وخدمات ما بعد البيع، لان انا بودي المنتج لمستثمر بيصدر بره. لو في مشكلة عنده في الانتاج هيرجع عليا، لو في مشكلة عنده مع المصدر بتاعه يرجع عليا. اي مستثمر النهارده بياخد بضاعته بيصدرها بيحللها دلوقتي. الوزارة عملت كمان حتى في السوق المحلي صاحب ارض ان هو بيتحرك دقة في المنتج اللي بيشتريه.